اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وكل متابعينا على احلى عالم عالم ام بي سي 3 في مقابلات خاصه بمناسبه صدور البوم بابا نزل معاشو المهداه من ام بي سي 3 واحلى عالم الى كل اطفال العالم. وبهذه المناسبه اليوم عندنا نجمه مميزه جدا باطلالتها الحلوه وصوتها البريء وحضورها الجميل حلتر، كيف حالك؟ زينه. ايش اخبارك؟ زينه. اول شيء نقول لك الف الف مبروك عليكي طبعا الالبوم الجديد. قولي لنا اكثر عن هذا الالبوم، كم اغنيه عندك في هذا الالبوم؟ ثلاثه. ايش هما؟ بابا نزل معاشا، بنتي الحبوبه، ناني اسيل. واكثر اغنيه تحبيها؟ بابا نزل معاشا. ايوه. طيب ايش تحبي هذه الاغنيه؟ ايش قصتها؟ حكينا يعني ايش يصير في هذه الاغنيه؟ لان ابوي يعني ابوي بيبكي. صحيح. يعني تحبي بابا لما يبكي؟ لا لا لان يعني ابوي لما اشوفه يبكي ايوه امي تروح تشتري اغراض، تروح السوق تبي عيش وتبي لحم تبي دجاج على الفحم، وبابا قام يصيح 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 ما راح يسكت. طيب ايش رايك تسمعينا شويه من هذه الاغنيه؟ الله ونسى بابا نزل معاشا، بنروح الالعاب نصرفه كله، بابا بتا 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 بتا. اختي بعد قالت تبي تروح المول، تبي لها ثياب، تبي تجيب العاب، تبي قلم ومسطره ودفتر، تبي سطاره. هذا القلم اللي تبغاه اختك اعطيها اياها. ما شاء الله اغنيه مره الصراحه حلوه، انا متاكده انه يعني كل مشاهدي ام بي سي 3 واللي حيسمعوها كمان كلهم حتعجبهم هذه الاغنيه. بما انك في ام بي سي 3 قولي لي ايش تحبي تشوفي في شاشتنا؟ تي وميزومي ودورا و هيرو 108. ايوه اوكي. وانا احب اشكال ام بي سي 3 هيك هذول سبايدر مان. طيب كويس. ايش تحبي تقولي لجمهور ام بي سي 3 بمناسبه صدور البومك الاول وزيارتك لينا؟ انا احب ام بي سي 3 واشاهد عليه اوكي، وانا انطر عشان يشترون سي دي مالي، اشكرهم اذا يحبونها او لا. لا اكيد انا متاكده انه ان شاء الله كل المشاهدين قاعدين يشوفوكي، انت لوحدك كذا حبوبه فما بالك وانت تغني، اكيد راح تكوني يعني صراحه ضابه في هذا السيدي، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح وان شاء الله ربي يحميكي كذا لاهلك ودائما تكبري للاحسن والاحسن والاحسن. الله يخليك. شكرا ليكي. مشاهدينا طبعا زي ما شفتوا هذا كان اللقاء الخاص جدا مع النجمه حلا الترك، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، واذكركم انه هذا السي دي مهدى من احلى عالم الى جميع اطفال العالم وان شاء الله يعجبكم.